السلام عليكم جميع المتتبعين ديالي، وكنبغيكم بزاف بزاف، وكنت كنتمنى انني ما نعملش هذا الفيديو بحال هذا ومرضت على واحد، ولكن ضروري خص الرد اخواتي. انا تعلمت واحد الثقافه، هذاك جد الكلاب اللي تابعيني في حياتي وعلاني ترتقوا اكثر ما كتشوفوا الفيديوز كتطلع فيهم المشاهده، علاني ترتقوا اخواتي، علاني ترتقوا. ولكن واحد الحشره منهم كيتخنيت كيبدا يعمل عق 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 عق، انا كيقول عقلي جدادة كتموت، كنضحك وكنمشي بحالي، اولا شي جروه مصعوره ولا شي حاجه بحال هكذا وكنمشي بحالي ما كنردش. ولكن دابا غر اخواتي النساء اللي كاين معايا، ما تبعوش الفيديو حتى الاخر، ما تبعوش الفيديو حتى الاخر، حيت هذا الفيديو هذا غيكون فيه القاصح. بالنسبه للكلب اللي ما فطر ما تغدى وغيتقيا، علاش تقيا؟ ما غير عثمان، انا ما غير عثمان فلوك، علاش تقيا خي؟ وشكون اصلا جبتك انتينا؟ انا هضرت مع الحشره اللي كيعمل هيدا، كنتي علاش دخلك؟ ولكن دخلتي انا غنجاوبك. انا عثمان اللي كتعرف عمره ما طاح كيلا حاس عاهره في وجهها، ما كتزولوش حتى الكل. عثمان اللي كتشوف بعينك عمره في حياته ما لحس عاهره في وجهها بحال اللي حسي انت الكل، وبديتي كتقول اول واحد كيقيسها هو انت، وهي ما كتزولاش حتى الكل. هي كانت الله يسمح لي منا جروه كانت، واللي كيجي كيقوس من تما، وانت لحستيها في وجهها ولحستيها وانا كنشوف، وبقيت كنضحك عليك حيت انت ما ساويش ما ساوي تا ريال، عاهرة ما ساوية تا ريال كتلحس لها في وجهها. خلو عاود نهضر على الحاجات اخرين، عاود جبدني في شي حاجات اخرين نجبد لك شي حاجات اخرين، مشي داوي راسك بعداك، عاد اجي انك ما فطرتي ما تغديتي وباغي تقيا تشتي جورتوم هياك، ها واحد ما نزيدش نهضر. ولكن اذا زدتي هضرتي مره اخرى راه غنعمل شي حاجه اخرى. بالنسبه للكلب اخر قليل التربيه، ولد السوق، ولد السوق اللي كيمشي مع المراه مثل الراجل ديالها ما كملتش حتى 40 يوما، هي مثل الحرام وانت ولد الحرام الكبير يا الغيلوف يا اللي محساد. وانا كنقول لك محساد وصبر وزيد هضر، وعندي الحاجات اخرين، وما تزيد لها بيا انا. مشيت شوف الثقبه ديالك شنو فيها، راه الثقبه ديالك سابقه عليا انا، شفت الثقابي ديالكم عاد قابل عثمان. يلا صبر وسمحوا لي اخواتي، راه هاد الكلاب خصهم ضروري الرد، لان الكلاب ما بغاوش يحشموا، وكثر ديك الكلب اخر اللي كيلحس وطايح كيلحس في عاهره، هذاك شمن دخله عنده بعدا، شمن دخله عنده، انا ما هضرتش معاه. تحياتي.